ورشة المهندس نبيه لخدمات الصيانة، هل من مساعدة؟ وعليكم السلام، هل المهندس نبيه موجود؟ سيصل بعد قليل إن شاء الله، ولكن أنا شحنة المساعد الأول لأعمال الصيانة، وأنا في موقع المسؤولية في غياب المهندس نبيه. أما الشحرور النفاث الآلي هو أحد المساعدين تحت إمرتي، لكنه ليس ماهراً ومستعداً للمساعدة مثلي. حسناً، لدي استشارة بالنسبة للقطار الكهربائي. بالنسبة للقطار أم بالنسبة للكهربائي؟ حدد لو سمحت. إنني أتحدث من أجل التوسيد. توسيد؟ لم يتم تحديد إجابة، وتمت إضافة خيار ثالث، أمر غريب. فهمت، رجاءً قل له أنني اتصلت. إلى اللقاء، السلام عليكم. السلام عليكم يا شحنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصل بك ثلاثة، القطار والكهربائي، كما أن السيد توسيد يريدك. ربما تقصد أنه القطار الكهربائي. كيف يكون القطار كهربائيا؟ حسنا، سأشرح لك ذلك. معظم القطارات الحديثة تسير بمحركات كهربائية أو بمحركات الديزل. هذا صحيح. أما القطارات الكهربائية فهي حديثة جداً، وتزود محركاتها بالطاقة من أسلاك كهربائية علوية أو من قضبان مكهربة على السكة الحديدية. فهمت. وهناك أيضاً نوع من قطارات الديزل الكهربائية التي تضم محرك ديزل ومحركاً كهربائياً، وتستطيع أن تسير على سكة غير مكهربة. سبحان الله، هذا تطور كبير جداً في عالم القطارات. هذا صحيح، تتمتع القطارات الحديثة بسرعة عالية بالإضافة إلى منظومات الإشارات الفعالة، الأمر الذي يجعل من السكك الحديدية أسرع وسائل السفر البري وأكثرها أماناً بإذن الله. تم حفظ المعلومات عن القطار الكهربائي بنجاح، ولكن ماذا عن السيد توسيد؟ عزيزي شحنة، إن التوسيد هو قطار أيضاً، وهو أحدث أنواع القطارات الكهربائية. قطار أيضاً؟ نعم، وهو يعمل على مبدأ الرفع المغناطيسي، إذ يطفو القطار فوق سكته على مجال مغناطيسي، وتصل سرعة هذا القطار إلى 500 كيلومتر في الساعة، وهو يبشر بالتفوق حتى على أسرع قطارات الخدمة السريعة الآن. إن عملها رائع جداً يا معلمي، وفائدتها كبيرة. هذا صحيح يا شحنة. نعم، تم حفظ المعلومات بنجاح. وهكذا تمت المهمة بنجاح على رأي شحنة. استنتاج، إنه أسرع مني. ولكن هل هو أسرع من الشحرور النفاث أيضاً؟ ربما، إن مبدأ السرعة الفائقة في هذا القطار يعتمد على انعدام تماس أي جزء منه بالسكة، لهذا فإن الاحتكاك يكون معدوماً. وهذا ما يتيح للقطار أن ينطلق بالسرعة الفائقة التي تحدثت عنها. إنه يندفع بالتنافر مع مغناطيسيات السكة، فالقطبان المتشابهان يتنافران، وفي الوقت نفسه يبقيان القطار على خط ثابت فوق السكة. تم حفظ المعلومات بنجاح. جيد جداً، والآن إلى اللقاء يا شحنة. استنتاج، أنت ذاهب إلى محطة القطار. هذا صحيح. هل يمكنني أن آتي معك؟ يمكنك ذلك، ولكن لماذا؟ أريد أن أشاهد قطار التوسيد بنفسي وأقول له. ماذا؟ ستتحدث إلى القطار؟ نعم، لقد اتصل بنفسه، وهذا يعني أنه يتكلم أيضاً، وربما كان يطير عالياً محلقاً فوق السكة المغناطيسية، أليس كذلك؟ ربما أصبح القطار طائرة. صحيح يا معلمي، لماذا لا يسافرون بالطائرة أصلاً؟ وربما كان يطير عالياً محلقاً فوق السكة المغناطيسية، أليس كذلك؟ ربما أصبح القطار طائرة. Thank you.
أقصد ولم أقصد.